بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه أيام شهر رمضان قد تسربت، ونحن في ظل هذه الجائحة التي حرمتنا هذا العام من الالتقاء مع إخوتنا وإقامة الشعائر الدينية بشكل جماعي. حدث هذا في أغلب بلدان العالم، والبحرين لم تكن يعني شاذة عن تلك القاعدة. وفي بريطانيا كان الأمر نفسه، فقد بقينا في منازلنا، ولكن لله الحمد فإن وجود الالتقاء على من خلال العالم الافتراضي سهل هذه المهمة، مهمة التلاقي، التواصل مع الآخرين، وأيضا تنظيم الفعاليات. المهم أن الشهر ينقضي، ولله الحمد فقد تفاعل البحرينيون بشكل عام مع كافة الدعوات، سواء تلك التي تدعوهم لاتخاذ الإجراءات لمنع تفشي المرض، أم تلك التي تدعوهم للدعاء من أجل السجناء، من أجل المعتقلين، من أجل ضحايا التعذيب. لله الحمد فإن هذا الشعب كان دائما معطاءً وحاضرا في الميادين، وهذا العام لم يكن مختلفا عن الأعوام السابقة فيما يتعلق بتواجد الشعبي في الساحة العامة، يعني غض النظر عن الظروف. أكيد هذا العام كانت هناك ظروف شاذة، لكن أيضا ارتفعت الصيحات والاستغاثات من كل مكان لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ارتفعت الأصوات بالدعاء من قلوب الأمهات، من قلوب العباد، من قلوب الصالحين، من قلوب المؤمنين والمناضلين، الدعوات بأن يحرر هذا البلد من هذا الطغيان والاستبداد الجاثم على صدره. انطلق الدعوات من أجل خير البلد وحريته من هذا العدوان الجاثم الظالم الغاشم الذي يشنه التحالف السعودي الإماراتي وينفذه هذا الاستبداد الخليفي. إخواننا في السجون صامدون ولله الحمد، من خلال التواصل معهم فمعنوياتهم عالية، وإن كانوا يشتكون كثيرا من حرمانهم من الدواء. الدكتور عبد الجليل السنقيس منذ أكثر من 3 أعوام لم يرى متخصصا، الأستاذ حسن المشيمع والأستاذ عبد الوهاب وبقية المعتقلين وكذلك الأخ نبيل رجب لم يحصلوا على دواء لهم منذ شهور. الأدوية شحيحة، العناية الصحية مفقودة، التواصل مع العائلات متقطع خصوصا بعد وقف الزيارات، واستبدال ذلك بما يسمى اللقاءات الفرضية والافتراضية من خلال الاتصالات المرئية. ما أكثر ما رفض الخليفيون تسهيل هذه المهمة، ومنعوا الكثيرين من استمرار هذا التواصل. أقول أنه برغم ذلك فلله الحمد هناك معنويات عالية، هناك إصرار على أن المستقبل لن يكون كالماضي، مستقبل البلاد، مستقبل شعب البحرين لن يكون كالماضي. شهداء الأمة، شهداء الشعب، شهداء الوطن الذين سقطوا في ميادين الشرف والعزة والكرامة والحرية، هؤلاء لم ينسهم المواطنون، ولا يمكن أن يغيبوا عن المسرح يوما. لقد أصبحوا رقما صعبا في أي معادلة سياسية مقبلة. لن يكون هناك تصالح مع العدو الخليفي يوما إلا أن يسلم السلطة للشعب، وإلا أن يحاكم القتلة والسفاحون المعدلون الجلادون الذين مارسوا أبشع الجرائم بحق البحرانيين، سواء التعذيب المباشر أم التحرش الجنسي أم الاغتصاب، وكلها جرائم. أم هدم المساجد، أم إغلاق المآتم، دعوات الطاغية والديكتاتور لوقف ومنع استخدام مكبرات الصوت خلال الشهر المبارك لم يلتفت له أحد. هذا يؤكد أمرا واحدا، أن الشعب قادر على أن يفرض نفسه فقط من خلال المقاومة المدنية التي تعني من ضمن ما تعنيه رفض الأوامر الخليفية، التمرد عليها، كسر هيبة هؤلاء الطغاة. هؤلاء لم يعودوا إلا حثالة لا يستحقون البقاء بعد ما ارتكبوه من جرائم، من هدم المساجد،
من التخلي عن السيادة على الوطن، سيادة البلاد للأجنبي، من اعتمادهم المطلق على شعب أجنبي يحل محل الشعب البحراني الأصلي من شيعة وسنة. كل ذلك قد سجل في ذاكرة الوطن، في ذاكرة الشعب، في ذاكرة المناضلين. ولذلك الشعب صائم، لكن معاناته ومشاعره تستعيد كل هذه الجرائم التي ارتكبها الخليفيون، وتدفعه لأن يكون أكثر إصرارا وتواجدا وحضورا في الميادين، أن يكون أكثر التزاما بالتوجيهات الصادرة من رموز الوطن، سواء المعتقلين أم العلماء القياديين وفي مقدمتهم سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم. كلمة هؤلاء نافذة، كلمة الخليفيين تفرض بالقوة، بالعنف، بالتعذيب، بالسجن. كلمة هؤلاء ليس لها قيمة، تافهة. الخليفيون كانوا نظام تافه، ساقط، لا إنساني، معاد للأخلاق والقيم، ولذلك عليه أن يرحل. لذلك هذه الدعوة لن تتخلف ولن تتراجع يوما. هذا ليس تغيرا في الموقف، الموقف كان حتى العام 2011 كان من أجل إعادة، حتى العام 2002 كان يهدف لإعادة العمل بدستور البلاد للعام 1973، ولكن الدكتاتور عندما نكث وانقلب على العهود أصبح سقوطه مطلبا شعبيا، لأنه لا يمكن الثقة به، وليس هناك ما يلزم البحرانيين بالاعتراف بالحكم الخليفي بعد أن قام هو شخصيا بالتخلي عن الوثيقة الشعبية الوحيدة التي وافق عليها الشعب والوطن وكتبها، وهو الدستور 73. لذلك بعد ذلك لم يعد هناك ما يربط شعب البحرين بالعائلة الخليفية. فمن قال أن العلاقة أو أن العلاقة بين الشعب البحريني والعصابة الخليفية أزلية؟ من قال أن هذه يعني علاقة دائمة للأبد؟ كانت هناك لفترة معينة، الآن انتهى وقتها، أصبح الشعب في حل منها، خصوصا أن الطاغية هذه المرة هو الذي ارتكب جريمة الانقلاب على الشعب والوطن، وتخلى عن تلك الوثيقة التي كانت هي الوحيدة التي اعترف فيها شعب البحرين بالحكم الخليفي في مقابل إقامة منظومة ديمقراطية. الخليفيون لم يقيموا المنظومة الديمقراطية، ولذلك أصبح الشعب في حل من تلك الوثيقة. أقول وها نحن نودع شهر رمضان، أن الشعب قد حقق ما المطلوب منه، قد صمد، قد تعبد لله، قد تواصل مع بعضه، مع كافة المكونات الوطنية، أصر على موقفه، استمع لخطاب العلماء، استحضر واستذكر رموز الوطن المعتقلين، لم ينس شهداءه لحظة، تعاطف وتفاهم وتواصل مع عائلاتهم، والآن هو يستقبل العيد. ولا يمكننا في هذه اللحظة إلا أن نبارك سلفا للمواطنين ولكافة المسلمين حلول شهر شوال، وحلول ومعه عيد الفطر المبارك. إنه عيد ليس كالأعياد، لأن الأمة لن تلتقي وجها لوجه مع بعضها، لأن الشعب لن يؤدي صلاة العيد كما اعتاد عليها إلا من خلال الصلاة الفردية في المنازل، لن تكون هناك تجمعات. لكن مع ذلك الروح الكبيرة لدى الشعب ولدى الوطن هي أكبر من الجائحة، أكبر من الاستبداد، أكبر من الظلم. ولذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل عيد الفطر هذا العام مناسبة لإعادة التعرف على الذات، على النفس، على الشعب، على الوطن، لإعادة إثبات الحضور والوجود من خلال تحدي هذا النظام في كل ما يفرضه من إجراءات قمعية منافية للأخلاق والقيم. الشعب يتحداهم، ويدعو الله أن يجعل العيد انطلاقة أخرى ووثبة شجاعة من أجل تحرير الوطني من هذه العصابة المجرمة. وآخر دعوانا أنا الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.